التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه الكوكب، وأن تداعياته تزداد تفاقما يوما بعد يوم مع كل ارتفاع في درجة الحرارة. وخلال كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرنس أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ، شدد الرئيس على ضرورة وضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه للدول النامية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمان مصر بأهمية الدور الاستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب. وخلال استقباله بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب، أشار الرئيس السيسي إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات، مشددا على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين. وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة برامج التوعية الوقائية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة. أكد وزير الخارجية سامح شكري على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث بحث الوزيران تطورات الأزمة الأوكرانية وعدد من الملفات الإقليمية مثل الأزمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام بلاده التام باتفاق الطائف ومبدأ النأي بالنفس لإبعاد لبنان عما لا طاقة له به. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ميقاتي على تصميم لبنان على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه واستثمار موارده الوطنية والتزام بيروت بأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، مشيرا إلى ما يمر به العالم من مرحلة من الصراع المسلحة والأزمات المترابطة التي تثير قلقا لدى الجميع. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن بلاده لن تسمح لروسيا بالانتصار عليها، مطالبا بضرورة عقاب روسيا نتيجة أفعالها في أوكرانيا. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أضاف زيلنسكي أن أوكرانيا وأوروبا والعالم يريدون السلام، ونعلم الطرف الوحيد الذي يريد الحرب. وأشار إلى أن روسيا تخشى المفاوضات مع بلاده ولا ترغب في تنفيذ التزاماتها الدولية. كما شدد زيلنسكي على أن الوقت قد حان لحسم الحرب مع روسيا، وهو الأمر الذي يتطلب دعم كييف بأسلحة بعيدة المدى لتحرير أراضيها. أعلنت كوريا الشمالية أنها لم تزود روسيا مطلقا بأسلحة أو ذخيرة ولا تخطط للقيام بذلك في المستقبل. ونفى نائب المدير العام لمكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية ما أعلنته الولايات المتحدة عن انتهاك بيونج يانج لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوجود اتفاقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا. وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكر أن روسيا بصدد شراء ملايين الصواريخ والدروع المضادة للمدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.
رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وألمح المجلس إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.6% في عام 2023 لكبح التضخم. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.